عربي عربي غربي، معي أنا نبيهة حدارة من أستراليا مباشرة. الحدود لم تغلق أبدا منذ 101 عام، منذ العام 1919، وباء فيروس الإنفلونزا الإسبانية والآن فيروس الكورونا العامل المشترك. حدث تاريخي بدأ يوم الثلاثاء 7/7/2020 الساعة 11:59 مساء، لم تحصل سابقا منذ 101 عاما. والسبب، الحدود أغلقت بين ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا العام 1919 بسبب انتشار وباء الإنفلونزا الإسبانية، حيث قتل ما بين 50 و 100 مليون إنسان حول العالم. التاريخ يعيد نفسه بعد 101 عام، والحدود بين الولايتين أغلقت بتاريخ 7/7/2020 الساعة 11:59 مساء دقيقة بسبب فيروس كورونا بين أستراليا وفيكتوريا. أعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز قرار غلق الحدود بتاريخ 7/7/2020 مع ولاية فيكتوريا. للأسف لم تعد هناك اختيارات أخرى بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس. زعيمة حزب العمال المعارض في الولاية، من أجل سلامة سكان ولاية نيو ساوث ويلز قرار إغلاق الحدود مع ولاية فيكتوريا لسلامة سكان الولاية نيو ساوث ويلز حتى لا تتكرر كارثة السفينة روبي برينسز من جديد. وأيضا من أستراليا، جمعية الأطباء الأستراليين أعلنوا يجب التوقف عن رفع القيود بشكل كامل والعودة إلى ما قبل الفيروس. الفيروس لا يزال موجودا بيننا، يجب رفع القيود بشكل تدريجي ومحسوب وعدم التسرع، ويفضل الالتزام بالقواعد العامة حتى بعد تخفيف القيود. الإهمال وعدم الالتزام يعني تكرار ما يحصل الآن في ملبون للأسف الشديد. سلامة أهل ملبون، ونرجو أن لا تتكرر المأساة عندنا هنا في نيو ساوث ويلز. لذلك الحكومة اتخذت القرار من أجل منع الزيارات والسفر بين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. أرجو السلامة لجميع مواطنين ملبون فيكتوريا، التزموا بالتعليمات والقيود والفحص وعدم التلاصق مع الآخرين والتباعد الاجتماعي مع بعضكم من أجل سلامتكم. الحكومة تسعى دائما من أجل صحتكم ورعايتكم. الشكر أستراليا، الشكر حكومة أستراليا التي تؤمن لنا الأشياء المهمة من أجل صحتنا وسلامة حياتنا الصحية. غربي عربي عربي غربي، معي أنا نبيهة حدارة من أستراليا مباشرة.